السلام عليكم. في عالم يغلي بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية، دخلت دول كثيرة في نفق من الصعوبات والتحديات الداخلية، وعلى رأسها مواجهة التضخم وانخفاض معدلات النمو وتراجع احتياطي العملات الصعبة. هذا الواقع مضافا إليه الحرب الروسية على أوكرانيا وحصيلة تعامل سلطات الدول الانتفاضة العربية مع الجماهير من العنف والتدمير، كل ذلك دفع دولا عربية إلى الخيار الأصعب كما يقول مراقبون، ممثلا بالاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين. وبالرغم من قسوة شروط المؤسستين الدوليتين مقابل الإقراض، فإن عددا من الدول العربية كمصر وتونس والأردن والعراق وغيرها مدت أيديها لهاتين المؤسستين بهدف تأمين سيولة مالية لمواجهة أزماتها الداخلية. نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع هذه القضية لنبحث آثار هذه القروض الاقتصادية وتبعاتها السياسية على الدول العربية المقترضة ومدى نجاح هذه الدول في تحقيق الهدف من الاقتراض. التفاصيل بعد متابعة التقرير. على الرغم من التنوع في الموارد الذي يؤهل للتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي، إلا أن ذلك ينافي الواقع الذي تعيشه تلك الدول، الأمر الذي يدفع بعضها إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية احتياجات التنمية. وقد يكون الاقتراض الخارجي أداة مهمة لتمويل مشاريع التنمية، إلا أن ذلك ينطوي على آثار سلبية ربما تقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ إن صندوق النقد الدولي عادة ما يوفر الدعم المالي للدول وفق شروط تتضمن تقليص الإنفاق ورفع أسعار السلع وتحرير أسعار الصرف، ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية سلبية مثل زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب تراجع الدعم الحكومي للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع. رغم ذلك فإن بعض الدول العربية عادة ما توافق على تنفيذ تلك الشروط، مفضلة الاعتماد على قبضتها الأمنية في مواجهة أي قلاقل أو اضطرابات اجتماعية أو سياسية محتملة، الأمر الذي يراكم الغضب الاجتماعي المكبوت والذي قد ينفجر في صورة انتفاضات شعبية. لم ينقض وقت طويل على شهود المنطقة العربية موجة هادرة منها عام 2011 ممثلة في انتفاضات الربيع العربي. غير أن هذا السيناريو ليس قدراً محتوماً، فالدول العربية بحسب محللين تملك من البدائل ما قد يمكنها من الاستغناء عن الاقتراض الخارجي فقط إذا انتهجت تلك الدول سياسات أكثر شفافية ومحاربة للفساد، وكذلك إذا اعتمدت على التكامل والتعاون مع بعضها البعض لتبادل الموارد المالية والاستفادة من الاقتصادات المتبادلة. وبحسب المحللين فإن الشفافية ومحاربة الفساد وضمان سيادة القانون تعد من أبرز الأمور الجاذبة للاستثمار الخارجي في أي دولة، إلا أنها غائبة إلى حد بعيد عن أكثر الدول العربية. الأمر يعمق من أزمتها ما لم تتدارك ذلك. عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوفي الحلقة الكرام مع حفظ الألقاب طبعا، عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي وهو معنا في الاستوديو، وكذلك يشاركنا عبر زوم من القاهرة القاسم الظافر الباحث في قضايا الاقتصاد والتنمية، وعبر زوم كذلك من العاصمة الكندية أوتاوا أسامة القاضي المستشار الاقتصادي. أهلا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ بالاستوديو. إذا ما أردنا رسم خارطة أو خريطة للاقتراض العربي، فما الحدود التي يمكن رسمها؟ هذا أولا. وثانيا، هل الأسباب كل الدول تجتمع في سبب في أسباب محددة للاقتراض أم ثمة تباين بين هذه الدول؟ هو الاقتراض له نوعان، اقتراض محلي واقتراض خارجي، وأحسب أن اهتمامنا في هذه الحلقة يتعلق بالاقتراض الخارجي وعلى وجه التحديد الاقتراض من البنك والصندوق الدوليين. إذا ما تحدثنا عن الدين الخارجي فقط لمجموع الدول العربية فنحن أمام يعني مبالغ تقريبية، لأن للأسف الشديد البيانات العربية لا تتسم بالشفافية والسرعة، فهناك يعني قرابة تقدير يذهب إلى 1.35 تريليون
دولار هو إجمالي الديون الخارجية للدول العربية. بتتصدر هذه الدول ثلاث دول نفطية، هي السعودية ثم الإمارات ثم قطر، وتأتي في المرتبة الرابعة مصر. لكن بالنسبة للدول الثلاث الأولى ليست لديها مشكلة في هذه المبالغ، لأنها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها مبالغ بسيطة. بما يفسر اقتراض دول غنية أستاذ عبد الحافظ؟ دول غنية وثرية. الأزمة التي حدثت منذ منتصف 2014 في سوق النفط أثرت بشكل كبير على الإيرادات النفطية للدول النفطية العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص، مما اضطر إلى اللجوء للاقتراض لتغطية عجز الموازنة وتغطية الاستثمارات والإنفاق العام. فلجأت السعودية إلى الاقتراض، لجأت قطر إلى الاقتراض، لجأت الإمارات إلى الاقتراض، لكن الطفرة التي حدثت بعد ذلك في ارتفاع أسعار النفط غطت هذا الأمر بكثير، وعادت الدول النفطية العربية والخليجية مرة أخرى لتحقيق فائض في موازنتها. فمثلا الصناديق السيادية لدول الخليج الست مع نهاية 22 بلغت أصولها الرأسمالية 3.6 تريليون دولار. فبالتالي وإن كانت يعني، لذلك نحن نقول في البحث العلمي أن الأرقام تصف الحقائق، تعكس الواقع ولا تصف الحقائق. يعني كون السعودية مثلا أكبر دولة من حيث الاقتراض الخارجي ولا شيء، يعني مقارنة بدينها الخارجي، بنتيجها المحلي الإجمالي، برصيدها في الصندوق السيادي، باستثماراتها في الخارج. يعني لا ننظر فقط إلى حجم الدين، ولكن علينا أن نقارنه بمؤشرات أخرى. نعم. لكن الدول التي لديها مشكلة في الاقتراض من الخارج غير النفطية، على رأسها مصر. نعم. ثم تونس، ثم المغرب، ثم الأردن، ثم لبنان، ثم السودان، ثم جيبوتي، ثم جزر القمر، ثم موريتانيا، ثم اليمن، مؤخرا ليبيا، على الرغم من أنها دولة نفطية إلا أنها بدأت لديها رصيد من الاقتراض. لكن الوضع المالي في ليبيا، الدين الخارجي لا يؤثر فيه بشكل كبير لاعتبارات مالية أخرى. ربما لا تكون المشكلة في الدين في حد ذاته، وإنما في الشروط التي توضع مقابل هذا الدين. وهنا أنتقل إلى أوتاوا أستاذ أو دكتور أسامة. توصف شروط صندوق النقد والبنك الدوليين بأنها شروط قاسية لإقراض لتوفير هذا القرض. هذه الشروط القاسية من ضمنها طبعا تعويم العملة، من ضمنها تخصيص قطاعات مهمة في الدولة، رفع الدعم عن سلع مهمة جدا في الدولة، وتعرف أن الدول العربية يعني كثير منها دول فقيرة. السؤال هو، بسبب هذه الشروط القاسية، هل التفاوض مع صندوق النقد أو البنك الدولي يتم وفق أسس سياسية أم اقتصادية محضة؟ أول شيء السلام عليكم، مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين. الوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي وصفة كلاسيكية لا تعالج أصل المرض، تعالج العرض. يعني هي لا تذهب إلى الحكومة وتقول لها هكذا نسبة الفساد ونسبة الشفافية ونسبة البيروقراطية وآلياتها وسيادة القانون. الحقيقة لا تبحث في هذه المسائل، تذهب فورا إلى رفع الدعم عن السلع، تعويم العملة، وبيع القطاع العام. لا تقول للحاكم بأنه عليك أن تؤخر القطاع العام عبر الإدارة للقطاع الخاص، وعليك أن تخفض حجم الفساد، وأن لا تجعل المؤسسة العسكرية هي الحاكمة على البلد وعلى مؤسساته. ثم إذا أردت أن تبيعها فيمكن أن تبيعها بعد أن تكون رابحة. للأسف أن الوصفات الاقتصادية هي عملياً صندوق النقد الدولي ليست قاسية، لكنها يعني لا يوجد فيها أي اعتبار لواقع الحكم الرشيد في ذلك البلد. والحقيقة مؤشرات الحكم الرشيد يعني المعروفة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الحقيقة هي أصل العلاج، وهي الأداء الأساسي. دكتور أسامة، حتى نحصل على صوت أكثر وضوحا ونقاء، ربما يحتاج إلى شيء من التعديل. سأعود إليك بعد قليل لو أذنت لي. نحن في الانتظار معك، لكن أذهب إلى القاهرة سريعا لأسأل الأستاذ القاسم.
ما الهدف أستاذ قاسم، ما الهدف الذي يسعى البنك الدولي إلى تحقيقه من وراء سياسات الإقراض؟ أو بمعنى آخر، يعني ما المكاسب التي يجنيها صندوق النقد أو البنك الدوليين من وراء سياسات الإقراض للدول؟ تحية طيبة لك ولمتحدثيك. أهلا وسهلا. هو الحقيقة يعني صندوق النقد والبنك الدولي نشأ وفق أجندة معلنة مسبقا برفع الفقر عن الدول ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهدفها الأساس تصب في مشاريع التنموية لمصلحة الدول الأقل نمواً في أنحاء العالم، ويقوم بهذا الدور لعدة عقود يعني. لكن بالجانب الآخر هنالك تفسير سياسي لطبيعة المؤسسة وطبيعة دورها. لكن قبل ذلك عفواً لأهمية هذه النقطة أستاذ القاسم، يعني ثمة من يقول بأن الهدف من سياسات الإقراض هو توفير سيولة من العملة الصعبة للدول المقترضة بحيث تدفعها إلى استيراد من السوق العالمية وتأمين جريان البضائع، بما يعود في النهاية على الاقتصاد العالمي والدول المسيطرة على الاقتصاد بالفائدة. إلى أي مدى تتفق مع هذا الهدف؟ صحيح، هذه هي السردية، هذه هي السردية التي تفسر دور النظام الدولي نفسه وتوظيف هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات للهيمنة، صندوق النقد ومؤسسة البنك الدولي ومؤسساته وكثير من المؤسسات الأخرى، يعني يتم تفسيرها باعتبارها مؤسسات تستخدم أو توظف في شكل قروض، في شكل سياسات الاقتصاد، سريان الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية لتحييد عدد من الدول المهيمنة، هي دول الهيمنة الاقتصادية، ولهذا هي تعتبر أحد المؤسسات الأساسية لفرض الهيمنة الاقتصاد الغربي. ولكن السؤال الأساس هو لماذا أصلا هذا الدولار أو هذه السلعة أو هذه العملة الصعبة يعني أصبحت هي العملة التي تتسيد منصة التجارة العالمية؟ هنالك اضطراب كثير في هذا الأمر. الشيء الأهم من ذلك هو هذه السياسات التي يتم إتباعها من قبل مؤسسة النقد الدولي بما لا تتوافق مع طبيعة والخارطة التنموية والهيكلة والبنية بنية المؤسسات حتى الاقتصادية داخل الدول العربية. لذلك نرى دائما نتائجها ما تعود سلبا يعني على كثير من المشاريع التنموية في الدول العربية. يعني أستاذ قاسم، هل يمكن الحديث هنا، بسبب أنت قلت نقطة مهمة بأنها لا تتوائم مع بنية المؤسسات في الدول العربية، هل يعني تريد أن تلمح إلى أن البنك، صندوق النقد والبنك الدوليان باعتبارهما مؤسستان رائدتان في الإقراض، تريدان تنميط النظام الاقتصادي في العالم، بمعنى خلق حالة مشابهة من الأنظمة الاقتصادية في العالم وفق معايير الدول الرأسمالية أو الدول الكبرى؟ هل يمكن الحديث عن هذا الهدف مثلا؟ بالطبع، هذه المؤسسات تحمل فلسفة مركزية تدير بها أعمالها الاقتصادية ومشروعها التنموي واقتصاديات السوق الحر والرأسمالية. نحن نقول نحن في منطقتنا العربية حتى نمط المستهلك وعلاقتنا بالدولة وخدماتها تختلف تماما عن سائر الأقاليم الأخرى، على الأقل في بنيتها وسلوكها الاقتصادي إن صح التعبير يعني. فلذلك كثير من هذه السياسات لا تتوافق أو لا تتلائم مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، طبيعة الاستراكشر الاقتصادي كما يسمى، وبالتالي تجد دائما نتائجها يعني في بعض الأحيان أنا أرى يعني في هناك مميزات أو إيجابيات نستطيع أن نتلمسها في بعض المشاريع الكبرى يعني للدول، ولكن في المجمل هي دائما يعني آثارها سيئة وسالبة. نعم. خصوصا على المواطن العربي. نعم. والمناطق الغير النفطية على الأقل يعني. طيب. ذوي الدخل المحدود وهكذا. فكرتك وصلت، لكن ألحظ في أوتاوا يعني ثمة اعتراض من قبل الدكتور أسامة، يمكنك أن تعلق على ما قاله مع عدم إغفال السؤال الذي سألتك عنه دكتور أسامة، وهو بما أنه قد يترتب تبعات سياسية على الشروط التي توصف من قبل المراقبين أنها قاسية ليست في عمومها وإنما فيما يتعلق بحالة الدول العربية، هل يتم التفاوض من الدول العربية مع صندوق النقد والبنك الدوليين وفق أسس سياسية أم اقتصادية محضة بمعزل عن السياسة؟ تفضل. لا، هي أكيد الأسس اقتصادية، انعكاساتها طبعا ستكون سياسية لأنها ستنعكس على عدم استقرار ذلك البلد. يعني المشكلة أن قوتك التفاوضية كبلد عربي فيه نسبة فساد عالية، فيها نسبة تغلغل المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية والمؤسسة الحكومية في الحياة الاقتصادية بشكل كبير، وبشكل يعني لديك يعني فشل إداري كبير
عندها يكون موقفك التفاوضي سيء. في اللحظة التي ترفع فيها الدعم عن السلع الأساسية وتعوم العملة بحيث تنخفض العملة إلى نصف قيمتها، بطبيعة الحال هناك حالة من عدم الاستقرار، سيكون موقفك التفاوضي لسه أسوأ وأسوأ. المشكلة الحقيقة ليست في أن هناك نمط خاص لدى صندوق النقد الدولي يريد أن يعومه، أنا أقول أن سياسته ليست مجدية وأنه لا يعالج أصل المرض. المشكلة في أننا نحن لدينا القابلية للاستعمار، لدينا القابلية للانهيار والفشل الاقتصادي. عندما تضع المؤسسة العسكرية تصنع بسكويت وتصنع اسمنت وتصنع بيوت، عندها تعرف أن الفشل سيكون حليف هذه الدولة. لا يمكن بحال من الأحوال بأن يكون لديك فصل بين السلطات وأن لديك حماية للصناعة الوطنية وأنت لديك أجواء جاذبة للاستثمارات وتخضع بسهولة لصندوق النقد الدولي. لكن أنت بالأصل، يعني على سبيل المثال مصر، حسني مبارك الرئيس حسني مبارك السابق ترك مصر عليها 42 مليار دين. أتى دكتور مرسي بسنة سنة ونصف ضاع عليها، وضع مليارين يعني إضافيين على الدين، صار 44 مليار. اليوم نحن لدينا في مصر 155 مليار دولار دين. طيب هذا ال 155 مليار دين الدخول في مشروعات غير مجدية، هناك تغلغل المؤسسة العسكرية في البلاد، عدم يعني وجود الشفافية المطلوبة في يعني الاقتصاد. عندها وجدت مصر نفسها أنها لا تستطيع دفع فوائد الديون، فذهبت إلى صندوق النقد الدولي فوضع عليها تلك الشروط، لم يقل لها يجب خروج المؤسسة العسكرية ويجب خروج الحكومة من النشاط الاقتصادي. نعم، فباع القطاع العام الخاسر. مهم دكتور أسامة، يعني أنا أبني على ما ذكرته، يعني لماذا صندوق النقد والبنك الدوليين أستاذ عبد الحافظ يطرح شروطا لا تحل أصل المشكلة كما قال الدكتور أسامة؟ لماذا لا يضع شروطا في مكافحة الفساد أو في إصلاحات هيكلية في بنية إدارة الدولة؟ لماذا يركز على قضايا ربما تعود بالنفع على الدول المقرضة ليست على الدول المقترضة؟ هو الخلل في بنية التصور الرأسمالي الذي قامت عليه المنظمات المالية الدولية مثل البنك والصندوق، لأن صندوق النقد الدولي معني بمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والخلل في الموازنة العامة للدولة. فهو يفترض ثبات العوامل الأخرى، هو يفترض أنه حينما يعالج قضية العجز وقضية الدين وقضية الدعم أن الدولة ستقوم بواجبها في النشاط الإنتاجي وأنها ستشجع القطاع العام والقطاع الخاص في إنتاج السلع والخدمات. لكن للأسف الشديد هذا لا يحدث. هذا يعني صندوق النقد والبنك الدوليين يمتلكان من حسن الظن بالدول العربية هذا القدر؟ لا، هو يفترض هذا. زائد أن معالجة البنك والصندوق لهذه القضايا معالجة رقمية وليست معالجة اقتصادية. فهو لا ينظر إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على السياسات التي تؤدي إلى مزيد من الفقر ومزيد من البطالة ومزيد من الديون، بقدر ما يريد أن ينظر إلى أن هناك تحسن في مؤشر التضخم، هناك تحسن في مؤشر استقرار سعر الصرف، هناك مؤشر في تقليص أجور العاملين في القطاع العام أو في كذا. فهو ليس من قبيل حسن الظن، ولكن هو تصوره نعم. للمعالجة أن ذلك سيؤدي إلى عمل إيجابي. لكن للأسف الشديد في الدول العربية كما ذكر الضيف الكريم من كندا أن غياب الإرادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي رقم واحد، سوء الإدارة رقم اثنين، أن الدول العربية لا تنظر إلى البنك والصندوق إلى أنهما المنقذان للوضع، ولكنهم يعتبران البنك والصندوق معبر للحصول على قروض أخرى. طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل، لو أذنت أستاذ عبد الحافظ بدقيقة واحدة، من الذي يضع، لا شك أن هذه الشروط وراءها منطق ما، منطق اقتصادي ما، من الذي يقرر هذا المنطق ومن ثم يضع الشروط؟ لا، هو المنطق أنا قلت لحضرتك أن هو مرتبط بمنظومة الفكر الرأسمالي. الفكر الرأسمالي بيرى أن الدعم غير مطلوب. يعني أنا أقصد في سؤالي، هل صندوق النقد والبنك الدوليان
أو مستقلان في تقرير هذا المنطق عن الدول المهيمنة؟ ليست هناك استقلالية البتة لدى البنك والصندوق، وبدليل أن أمريكا والدول الأوروبية تحرص كل الحرص أن يكون لهم الأغلبية في مجلس إدارة المؤسستين رغم اعتراض الصين والدول الصاعدة وبعد الأزمة المالية العالمية، ولكن ظلت هناك وعود كلامية ولم تدخل إلى حيز التنفيذ، فهناك توظيف سياسي بالدرجة الأولى لمن يأخذ قروض ومن يمنع من القروض، يعني بدليل أن إحنا في الحالة المصرية كل المؤشرات الاقتصادية كانت تقول أن الصندوق لا يقرض مصر، ولذلك الآن الدفعة الأخيرة متعثرة، لكن في ظل قبول مصر بتقديم الدعم للكيان الصهيوني ولتحقيق المصالح الأمريكية ممكن يبقى في أخذ ورد خلال الفترة القادمة في إنهاء التفاوض حول الشريعة الأولى والحصول على الشريعة الثانية. مدى نجاح الدول العربية في تحقيق الهدف الذي سعت من أجل تحقيقه إلى الاقتراض هو ما نبحثه بعد فاصل قصير. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم من جديد، هذه عودة لمواصلة الحديث عن القروض الدولية وأثرها على الدول العربية. سريعا إلى أوتاوا أذهب دكتور، إذا ما كان الهدف دكتور أسامة من الاقتراض هو الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتثمير العملات الصعبة في البلد ومواجهة التضخم إلى آخره، ما مدى نجاح الدول العربية المقترضة في تحقيق هذه الأهداف؟ أول شيء يعني هذا متوقف على بنية الاقتصاد في تلك الدولة، إذا كان بنيتها متماسكة، بنية قوية صناعيا زراعيا تجاريا سياحيا، في إدارة جيدة، في قضاء جيد، في مناخ جاذب للاستثمارات، أكيد سيكون موقفها أفضل وسيكون ذلك القرض مفيد. الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسوا معنيين لا بضمائر الناس ولا بنواياهم ولا بحسن نواياهم، هي تعطي قرض بشكل جاف جدا، تعطي وصفة كلاسيكية عليك أن تنفذها بغض النظر يعني المساومات على أنه مصر تساوم على اعتراف بالكيان الصهيوني، ما معترف فيه سفارة منذ السبعينيات، شو بدي اعترفوا بالصهاينة. المشكلة أن بنية هذا الاقتصاد بنية ضعيفة، يعني الآن أنت تصور 85% من القمح المصري مستورد، تستورد 85% من احتياجاتها، يعني معقول دولة النيل تستورد 85% من احتياجاتها؟ هل من المعقول أن يكون السودان تنتج 700,000 طن فقط؟ الحسكة لحالة مدينة في سوريا تنتج أكثر من كل السودان؟ هل هذا معقول؟ أستاذ عبد الحافظ يعني هنا يصحح يقول 55% تستورد وليس أكثر. نعم الحقيقة أكثر من ذلك، لكن ما في إشكال. المشكلة أيضا الإضافية مثلا أنه لا يوجد رؤية اقتصادية حقيقية. خذ تونس على سبيل المثال، تونس معرضة للإفلاس، تونس 6 حكومات متعاقبة لا يوجد لديها رؤية اقتصادية حقيقية، ولا زالوا يتحاورون على نضيف مواد للدستور فوق الدستورية وتحت الدستورية، واعتقل هذا واعتقل فلان، وتركوا الاقتصاد. البطالة تتجاوز 30-40% من تونس، تونس معرضة للإفلاس، الأردن لديها مشاكل جمة، لديها مشاكل سياسية مثلا،
منعكساته اقتصادية 10,000 برميل تأخذ يوميا من العراق. إيران تضغط على العراق على أن لا تعطي الأردن ذلك. نعم. من أجل إقامة مثلا مطار في الكرك للسياحة الدينية بين قوسين. نعم. طب إذا في هناك ضغط، يعني لما بدأ يجي صندوق النقد الدولي لا يعالج أصل المرض، يقول مثلا لمثلا لدول الخليج أخي عطوني 10,000 برميل وخليهم يخلصوا من هذا الضغط الاقتصادي، لا تأتي تقول له عطيني مؤشراتك، تفضل عطيني بياناتك. الأصل في ذهنية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنها لا تتدخل بالشؤون الداخلية، هي تأخذ منك بيانات كأنك عم تقدم رايح على بنك وتقدم على قرض وعم يأخذ منك بياناتك، كم هو دخلك، كم هو مصروفاتك، شو هي ديونك، أنت بدك تضع هذه الشروط، روح طبخة وتعال أنا. نعم. والقدرة يعني ما لي علاقة بذلك، والقدرة والملاءة على السداد. لكن دعني أسأل الأستاذ قاسم، في القاهرة في ميزان الربح والخسارة الاستراتيجي بين تحقيق التنمية الاقتصادية بالنسبة للدولة المقترضة بما ينطوي ذلك على رضوخ لشروط البنك أو صندوق النقد الدولي، ومن جهة أخرى صوغ النظام الاقتصادي أو طبيعة الاقتصاد، اقتصاد الدولة وفق منظومة غربية رأسمالية في النهاية يستفيد منها الحوت الغربي إذا صح التعبير. في هذا الميزان الربح والخسارة الاستراتيجي برأيك في أي كفة يمكن وضع الدول العربية المقترضة؟ هو بلا شك كما عبر الأخ من كندا عن طبيعة الإشكال الحقيقي يكمن في طبيعة الإشكال وبنية الاقتصادات العربية. نحن في السودان لدينا مثال حي يعني للتعامل مع صندوق النقد وأدواته وإقراضه ونفعه بالنسبة للمشاريع التنموية، يعني كانت كلها كارثية نتائجها وكانت كلها سلبية. لا نقول هذا من باب فقط السياسات وطبيعتها وأدوات الإغراض، وإنما نقول هذا من باب التصور السياسي. طبعا صندوق النقد، انا يعني اريد ان اؤكد على هذه النقطه، ان صندوق النقد والبنك الدولي معني بالدرجه الاولى بطبيعه النظام السياسي وحجم المؤسسات تحت الدوله ومعاييرها والشمول المالي اللي موجود، لذلك هو غير حريص تماما على تقديم اي معاونه في شكل اصلاحات، وليس هو منوط بذلك حقيقه، وانما يقع هذا عاتقه على الدولة والقائمين عليها في السودان كمثال يعني. لذلك نحن محجوبون مثلا في التعامل مع النظام المصرفي حتى ناهيك عن الإقراض، ممنوعون حتى من التداول وإرسال الأموال السويفت كود يعني التحويلات المالية لتسهيل عمليات تجارية طبيعية، وهذا تحفظا على طبيعة النظام السياسي الموجود والقائم. في النموذج المصري على سبيل المثال يمكن أن يسمح له بأخذ مجموع من القروض حتى وإن كانت الملاءة الاقتصادية في طبيعتها لديها مشكلة، ولكن بتفاهمات على طبيعة النظام السياسي يسمح للدولة المعنية وإن لديها إشكالات اقتصادية بأنها يتم إغراقها بالقروض. في هذا الإطار نحن نقول مجمل الدول العربية ليس لديها تصور استراتيجي لكيفية رفع كفاءاتها الاقتصادية. انظر إلى طبيعة الميزان التجاري وما نستورده، 80% مما يتم صرفه على استيرادات الدول العربية هو في قائمة الغذاء. ذكر الإخوة القمح، ذكر الإخوة كثير من المنتجات السلع الضرورية الأساسية. هذه الدول اقتصادياتها لا تقوم على كفاية وتحقيق الحد الكافي من إنتاجاتها الضرورية، لذلك دائما تعول على القروض لسد فجوات استهلاكية وليست لمشاريع تنموية حقيقية تصب في تأسيس على الأقل بنية اقتصادية قوية. كل المفاوضات التي ستأتي من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي معيارها الأساس النظام السياسي. أنا يعني شهدت كثير من النقاشات، شهدت كثير من الورش على الأقل في إطار السودان وله ما عليه بالنسبة لموضوع الديون، ونحن لدينا هاجس حقيقة عائق تنموي كبير موضوع الديون من 89 وما قبل 89، نعاني من حجم الديون المتراكمة. نعم. ونسب الديون المتزايدة على السودان. نعم. وإلى الآن السودان ممنوع تماما من أي قرض من القروض من خلال على الأقل المؤسستين الدوليتين. طيب سيد عبد الحافظ، يعني القروض للدول العربية تاريخ طويل مع الاقتراض. نعم. وبالرغم من ذلك فإن مسلسل الاقتراض مستمر، بالرغم من أن الدولة عندما تقترض من الصندوق النقد أو البنك الدولي فإنها لا تقرض من قبل هاتين المؤسستين إلا بعد أن تنفذ
إصلاحات بنيوية اقتصادية وفق منظور البنك طبعا أو صندوق النقد. يعني هي ليست إصلاحات بنيوية اقتصادية، هي إصلاحات مالية ونقدية. طيب إذا ما كان الأمر كذلك، ما الذي يفسر يعني استمرار الحاجة إلى الاقتراض في الدول العربية؟ هل القضية بنيوية في الاقتصاد أم القضية في السياسات الاقتصادية أم في جانب آخر غير مرئي؟ هي مزيج من هذا وذاك. يعني أولا استمرار ضعف الهياكل الإنتاجية داخل الدول العربية بيؤدي إلى حاجاتها كما ذكر الزميل القاسم في الخلل في ميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وتحول هذا إلى إشكال مزمن. فبالتالي نحن هنا هذه النقطة يعني تظل ضاغطة بشكل كبير جدا. الأمر الثاني أن الدول العربية لا تستفيد من مقدراتها المحلية. بمعنى أن هناك مدخرات غير رسمية خارج البنوك والمصارف في كثير من الدول العربية، إما تعادل المدخرات الرسمية أو تزيد عنها. لكن في ظل غياب أزمة الثقة بين الحكومة وبين المدخرين، فالمدخر يبحث عن مجال آخر. لكن لو نجحت الحكومة في أن تقيم جسر من الثقة بينها وبين المدخرات المحلية وتحسن توظيفها، هتستطيع أن تؤدي إلى تحسين وضعها المالي بشكل أكبر. عندنا رافد خارجي يتمثل في تحولات هذا مرتبط، معذرة، هذا ربما يكون مرتبطا بالخيارات التي أمام الدول العربية المقترضة للنأي بنفسها عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكن هذا ربما يكون في الجزء الأخير من هذه الحلقة حتى لا نقفز على المحاور. سأعود إليك، نحن في الانتظار، فاصل أخير من ثم عودة لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور أسامة، هل الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين قدر محتوم بالنسبة للدول العربية، أم ثمة مسار آخر يمكن سلوكه لتثمير العملات الصعبة والدفع بعجلة التنمية بعيدا عن الارتهان لشروط المؤسستين الدوليتين؟ يا عزيزي، بالنسبة للسودان على سبيل المثال، جاء الدكتور بديوي بآخر وزارة، وكان أعتقد واحد من أفضل وزراء الاقتصاد الذين مروا على السودان، وحاولوا نزعها ويعني لغي اسمها من قوائم الإرهاب وإدخالها مرة ثانية إلى السويفت، والحقيقة بذل جهد كبير خلال سنة بعد سنة وضعوه تحت الإقامة الجبرية وساوى عليه انقلاب وصار انقلاب عسكري. يعني البنية يعني هناك من يحاول من الوطنيين في كل بلد أن ينقذ بلده، لكن بنية هذه الدولة تمنعه. في حال العراق مثلا، أنت لماذا تحتاج صندوق النقد الدولي لتقترض؟ هل تعلم عزيزي أنه في موازنة 2021 بهذه الموازنة، وليس السرقات التريليون دولار، الموازنة التي أقرها مجلس النواب في العراق للحشد الشعبي أو الحشد الشيعي أو الحشد الشعبي العراقي، الموازنة لديه 3.2 تريليون دينار عراقي. لماذا تريد أن تقترض من صندوق النقد الدولي إذا كان لديك 3 تريليون للحشد الشعبي ولديك 740 مليار دينار تعطيها فقط للوقف الشيعي؟ يعني هناك أداء سيء. أنت لذلك هذا ليس قدر، هو أنت تصنع قدرك داخل تلك البلاد. طبعا
بناء على معطيات جيوسياسية ويعني معطيات سياسية أخرى لا قبل يعني لا مجال له ذكرها اليوم. لكن حقيقة أنت مثلا تريد أن تعوم العملة في مصر، لديك استيراد ب 72 مليار وتصدر فقط ب 34 مليار، دائما عندك عجز 30 مليار. إذا عليك أن ترى عجلة الإنتاج عندك، مش معقول تستورد كل شيء في حياتك من الخارج ولا تصنع شيء داخليا. يعني حتى يخرج نجيب السويرس ليقول يا أخي ممكن المؤسسة العسكرية تتركنا نشتغل نحن، وهذا ملياردير مصري يريد أن يبني داخل سوريا داخل مصر، لا يستطيع. هو ليس القدر. أنا أريد حقيقة أشير لنقطة، يعني من خلال الحديث تركز دائما على أنه يعني هناك أنه الرأسمالية والفكر الرأسمالي. يا عزيزي، الصين الآن دخلت في الديون، أزمة الديون وأزمة فخ الديون مع دول العالم الثالث كذلك. يعني الصين أسوأ من صندوق النقد الدولي. الصين تقرض مثلا سريلانكا، تقول لها أنا سأعمل لك مطار مرفأ إلى آخره، ثم لا يوجد لديها ما تدفعه، تأخذ منها لمدة 50 عاما كل الأصول السيادية. الآن بفضل الحزام والطريق، هذا المشروع الضخم الصيني الذي يبدأ ب 8 تريليون دولار، لديها الآن الصين 34 مرفأ حول العالم بفخ الديون. يعني هي أسوأ من صندوق النقد الدولي. الفكر هو فكر أن تأخذ مال أكثر وأن تصبح إمبراطور العالم أكثر، وليس فقط يعني أنه الغرب والرأسمالية. هي الحقيقة بنيتنا الاقتصادية بنية هشة جدا، لدرجة أنه أنت مثلا بدل ما تضع الجزائر يدها بيد المغرب من أجل أن يكون لدينا مغرب ناجح ومزدهر، الجزائر 2021 قطعت علاقاتها مع المغرب ومنعت السفر وطردت السفير، والآن في صراع على الغاز من نيجيريا، هل يأتي من النيجر إلى الجزائر أم يأتي عبر 14 دولة إلى طنجة؟ المشكلة في بنيتنا نحن الاقتصادية وفي علاقات السياسية فيما بين الدول التي لا تساعد على التجارة البينية ولا على العلاقات الاقتصادية القوية المتينة. طيب أسأل الأستاذ قاسم في القاهرة، وفق هذه المعطيات التي ساقها الدكتور أسامة من أوتاوا، يعني هناك أداء سيء جدا، هناك ترهل في الإدارة، حتى تستعيد الدول العربية شيئا من توازنها الاقتصادي وتحرر نفسها من التبعية للمنظمات الدولية وفق المعطيات الراهنة، وهي معطيات مغلوب على أمر الدول العربية فيها، ربما يكون بيدها، ليس هذا مجال حديثنا، ما الذي ينبغي أن يفعل حتى تنأى بنفسها عن هذه التبعية في المرحلة المقبلة؟ الحقيقة هنالك الكثير يعني يمكن أن يقدم في هذا الصدد. أولا أنت تعلم يعني العلاقة بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي داخل بنية أي دولة علاقة تفاعلية مرتبطة ارتباط وثيق جدا. الدول العربية تحتاج إلى نوع، أنا على الأقل الدول العربية في الشق الأفريقي يعني على الأقل، لأن هذا طابع اقتصادي وطبيعة سكانية مختلفة، تحتاج على الأقل إلى إعادة تخطيط، وتحتاج إلى نحن نسميها يعني على الأقل تحالفات على الأقل اقتصادية. ما تريده مصر الآن وتستورده من العالم موجود الآن في السودان، ما تحتاجه المملكة العربية السعودية وتستورده من البرازيل لمزارعها موجود الآن في السودان، ما تحتاجه الإمارات وغيرها من الدول موجود في سوريا، وهكذا. نحن نريد أن ننشئ تكامل اقتصادي يعزز الداخل العربي، يعزز من رفع كفاءة البنية الإنتاجية للدول العربية. كانت هنالك جملة من الصناديق التي كان يمكن أن تكون ذات فعالية أكثر مما هي عليه الآن، زي صندوق الإنماء الزراعي اللي كان موجود، كانوا يتحدثون بشعارات سياسية أكبر من حجمه حقيقة، إنه السودان سلط كذا العالم وتكالبت عليه كثير من الدول وعولت عليه كثيرا، لكن النظام السياسي أفشل كثير من هذه الخطط. نحتاج حقيقة يعني إلى جلوس مشترك للتخطيط إلى حد ما بصورة مشتركة لإحداث تكامل اقتصادي مشترك. العالم الآن كله يتحدث، الصين الآن بمفردها لا تستطيع أن تقوم بأي ترجيح كفة، يعملون وفق نظام البريكس والتحالف ضخم جدا كبير الآن، يحاول ينشئ مؤسسات موازية. هذه التكتل العربي الآن إذا ما أراد أن يفعل اقتصادياته حقيقة ويرفع كفاءته الإنتاجية، عليه بعقد نسميها البايلاترال أجريمنت، العلاقات المشتركة فيما بينهم يعني لإيجاد المصالح الاقتصادية.
تحديات أمام الاقتصاد العالمي الآن مختلفة تماماً عما سبق. الاقتصاد العالمي الآن تحديه يتمثل في المياه يتوفر، يتمثل في الأيدي العاملة، يتمثل في تكاليف الإنتاج ونفسها، وكل هذه الأشياء يمكن للعالم العربي أن يدير هذه المنصة بصورة مختلفة وفق رؤية وهيكلة وتخطيط على الأقل على المستوى القريب والبعيد بصورة مختلفة. مع ذلك ينبغي أن نعالج القضايا السياسية التي تمس السياسات الاقتصادية، إذا كانت سواء كانت سياسات نقدية أو كانت سياسات مالية. هنالك موجود عدد من المؤسسات كذلك، البنك الإسلامي للتنمية جدة يحتاج إلى توسعة رقعة أعماله، إلى توظيف أمثل لكثير من الأصول، وهنالك كثير من الصناديق السيادية. أنت تعلم صندوق أبو ظبي السيادي والسعودية السيادي استثماراتها معظمها خارج المنطقة تماما. يتم توظيف هذه الأصول خارج في اقتصاديات أخرى تصب في مصلحتها من باب أولى، يتم توظيفها داخل المنطقة العربية لرفع كفاءة الاقتصاد. نحن لا نقول هنالك شيء من باب الإلزام أو شيء من باب التخطيط الملزم الحتمي، يعني لا بد أن يتم استثماره هنا، لكن هو يتعامل معها وفق المعايير المالية والاقتصادية ومؤشراتها. يعني نستطيع أن نوفر المنطقة العربية بأن تكون منطقة جاذبة للاستثمار الصناعي والإنتاجي والزراعي. يعني حقيقة هنالك موارد طبيعية كثيفة في الوطن العربي. هل يمكن ذلك وفق الظروف السياسية والأمنية الراهنة؟ هناك تحدي كبير حقيقة أمام هذه المشاريع، وتم وعدها في كثير من لكن هذا هو الطريق الوحيد صراحة. يعني لا بد على الأقل من خلال هذه المنصات التي أنتم الآن تقدمون من خلق وعي عام، يعني وعي عام حتى للشعوب العربية للذين يخططون للعمل الاقتصادي للعمل العام. هذه هي من مميزات هذه المنصات، إنه نخلق وعي عام بضرورة التخطيط المشترك. الآن موضوع صد النهضة مثلاً على سبيل المثال هو موضوع أو هو مشروع أثيوبي في الإقليم مهم جدا وحيوي، يتأثر منه السودان وتأثر منه مصر. الآن لا توجد غرف مشتركة في تبعات هذا المشروع وتأثيراته الاقتصادية والجيوسياسية، وعلى هذا قف. هنالك الكثير من المشاريع التي يمكن أن تصلح للتكامل الاقتصادي فيما بين الدول. أنت طرحت نقطة مهمة أستاذ قاسم، طرحت قضية التكامل الاقتصادي العربي، والدكتور أسامة ألمح إلى قضية ترشيد السياسات الاقتصادية، لكن أريد أن أسأل الأستاذ عبد الحافظ، يعني قضية التكامل الاقتصادي العربي قضية قديمة مطروحة، لكن فيما يبدو أن الدول العربية بدلا من أن تتكامل اقتصاديا نلحظ مزيدا من التفكك واتجاه كل دولة نحو بناء منظومتها الاقتصادية مستقلة عن المنظومة الاقتصادية العربية. في ضوء هذا الواقع، ما الذي على هذه الدول العربية أن تفعله استدراكا لواقعها الاقتصادي وحتى لا تقع في المحظور؟ هل هناك برأيك وعي عربي رسمي بالخطر الناجم عن سياسة الاقتراض المستمرة منذ عقود؟ هو بداية يعني أود أن أشير إلى حقيقة، وأنه بعد حوالي 3 عقود أو 4 عقود من تعامل الدول العربية مع المؤسسات الدولية البنك والصندوق لم نجد حالة نجاح تحققت في المشروع التنموي أو الاقتصادي لدولة ما تعاملت مع البنك والصندوق. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة دور التكامل الاقتصادي العربي في التخفيف من حدة اللجوء إلى الاقتراض من خارج المنطقة العربية، لابد أن نستفيد من دروس التاريخ. فنحن في عام 57 حينما بدأت الدعوة إلى الاتحاد الأوروبي، كانت أوروبا تعيش أحوال من النزاع البيني أشبه مما نحن عليه الآن في المنطقة العربية. بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك خلاف شديد جدا، وكانت الجراح مثخنة لجميع الدول العربية، في 1,000,000 قتيل في الحرب العالمية الثانية. الدول الأوروبية تقصد؟ الدول الأوروبية آسف. فلكن هم بدأوا يعني النخبة كان لها دور مهم، لأن الدعوة النخبة السياسية النخبة العلمية الذين دعوا إلى الاتحاد الأوروبي هم أساتذة الجامعات، وحينما تم الاعتراض عليهم وقال لهم أنتم حالمون، كيف تصطلح ألمانيا مع فرنسا وبينهم ما بينهم من خلاف ونزاع واحتلال وكذا، فكانوا هو هذه طريقة التفكير التي يجب أن نتبناها، والبحث عن المصالح حتى لو كانت صغيرة بداية. فتم البحث عن مصادر تجمع، فكان الاتجاه إلى توفير الفحم والحديد
كسلعتين ضروريتين للدول الصناعية، أن يتم توفير الفحم والحديد بأسعار مناسبة وبكميات تلبي الطلب بشكل سريع. في الحالة العربية؟ في الحالة العربية نحن لدينا اقتصاديات متنوعة واقتصاديات غير متنوعة، ويمكن الإفادة كما ذكر الأستاذ القاسم من السودان، نحن منذ الستينات ونحن نتغنى بالمثلثات الذهبية في التنمية بين مصر وليبيا والسودان، أو أن السودان هي سلة الغزاء العربي، أو أن رأس المال العربي ويد العاملة المصرية والأراضي السودانية، نستطيع أن نصنع غذائنا، وبخاصة أن فاتورة الغذاء في العالم العربي تصل الآن إلى نحو 60 مليار دولار سنويا. هناك الكثير من النقاط التي نستطيع أن نطور فيها في إطار تجربة للتكامل الاقتصادي العربي، تستفيد من التجربة الأوروبية بنقل الآليات، لا نريد أن نستنسخها، ولكن نحاول أن نقلل من السلبيات الموجودة ونستحضر روح من التفاؤل للنجاح في ظل التحديات والفواتير العالية هذا يحتاج، هذا يحتاج إلى توفر إرادة سياسية. نعم. هل تلحظ وجود هذه الإرادة الآن؟ الإرادات السياسية لا تأتي من السماء ولا تأتي دفعة واحدة، ولكن حينما تتحقق حالة نجاح حتى لو كانت بين بلدين في اتفاقيات ثنائية، يشعر طرف ثالث أن له مصلحة يمكن أن يحصل عليها من الانضمام إلى هذه الحالة، فيلتحق، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم تكون هناك حالة نجاح. وعلينا ألا ننظر في الأجل القصير على مستوى الأمم، علينا أن ننظر إلى الأجل المتوسط والأجل الطويل. بذلك نستطيع، يعني حينما بدأ المشروع في الاتحاد الأوروبي في 57، كان الاتحاد الأوروبي تحقق في عام 2000، يعني إذن نقدر نقول أن هناك 43 سنة استغرقتها التجربة في اختيار السلع، في منطقة التجارة التفاضلية، نعم، منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق الأوروبية المشتركة، ثم الاتحاد الأوروبي. هناك مرحلة قادمة وهي الاندماج، وإن كنا نرى الآن في حالة من الرغبة من خروج بعض الدول من الاتحاد الأوروبي، عدم اللجوء إلى التوحد الأمني، عدم وجود جيش أوروبي، لكن كل هذا التجربة الأوروبية بتقول لنا أنهم يتعاملون مع المشاكل من منظور آخر غير الذي نتعامل به في المنطقة العربية. طيب دكتور أسامة، أختم معك، إلى أي مدى، يعني نحن الآن نتحدث، ما المصير الذي ينتظر الدول العربية في ظل دورانها في حلقة مفرغة من الاقتراض ومن ثم فشل هذه السياسات المبنية على السيولة المتوفرة من الاقتراض ومن ثم العودة إلى الاقتراض مرة أخرى، حلقة مفرغة، إلى أين يتجه هذه الدول العربية؟ يعني ما لم يكن هناك صلح بين الدولة والأمة، ما بين الحكومة والشعب، الحقيقة يصعب أن يكون هناك بنية اقتصادية حقيقية، ويصعب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ويصعب أن يكون هناك مناخ جيد للاستثمار. الصناديق السيادية العربية والمستثمر بشكل عام هو استثمار حكيم، لا يضع أمواله في دولة تختصم فيها حرب أهلية، لا يضع أمواله في دولة هو يعرف أن مؤشرات الفساد هي أسوأ 50 دولة فساد في العالم. هو يضع مثلا الآن خلال يومين تم توقيع عقود كبيرة مع تركيا مثلا، لماذا؟ لأنها وجدت أن الاستثمار في تركيا استثمار مجزي، استثمار في بنية صناعية قوية تركية بأكثر من 50 مليار دولار، بين المملكة والإمارات وقطر تتجاوز 50 مليار دولار حتى. يعني هو في هناك حكمة على الدول العربية أن تبدأ الشراكات مع العالم، ليس فقط مع الدول العربية. يعني ما الذي ستستفيده من دولة فيها حرب أهلية يتخاصم أهلها على مدى 20 عاما وأن تعمل معها تكامل اقتصادي الآن؟ لا، يعني شركتين خاسرات، المجموع خسارة مش مجموع ربح. إذا ما كان هناك بنية اقتصادية حقيقية قوية، لا مصلحة لك بها، لا بمشاركتها، لا من قريب ولا من بعيد. هل لبنان مثلا شكلها شكل دولة حقيقية فيها اقتصاد؟ البنك الدولي مثلا قال عن لبنان أن الكارثة اللبنانية الاقتصادية هي واحدة من أسوأ 3 كوارث في العالم منذ عام 1850. كيف تريد أن تتكامل مع لبنان مثلا؟ هل هناك اقتصاد؟ هل هناك دولة؟ لذلك أنا أعتقد أنت عليك أن تنفتح على شراكات مع كل دول العالم، وأن تجد موطئ قدم لك. مثلا المغرب الآن تصنع سيارات في طنجة، تحاول بعض الدول
بالمملكة أن تجد لها رؤية 2030 وتجد لها رؤية. تركيا تحاول أن تجد موطئ قدم في هذا الدول الصناعية. عليك أن تجد موطئ قدم في هذا في عالم العولمة، وأن لا تعتمد لا على صندوق النقد الدولي ولا الصين. وبالمناسبة آخر جملة لو سمحت لي، مصر مهددة الآن أن الصين سوف تضع يدها على قناة السويس، وأنا ناشدت الدول العربية وخاصة المملكة أن تتدخل لتأخذ هذا الاستثمار بدل أن يكون تصبح قناة السويس صينية. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، وعبر زوم من القاهرة الأستاذ القاسم الظافر الباحث في قضايا الاقتصاد والتنمية، وكذلك عبر زوم من العاصمة الكندية أوتاوا أسامة القاضي المستشار الاقتصادي. شكرا لكم، في حراسة الله.